بقول كلمة حق بالبنات المراجعات عندي بالعيادة. تبارك الله، أخلاق، تواضع، ما عندهم يعني شو أقول لكم، في مراجعين يكونوا صعبين صحيح، ولكن الحمد لله أنا غالبية المراجعين اللي يوني نقيين الحمد لله. وأنا قلت بدأت السوشيال ميديا، دشيت صدفة السوشيال ميديا وشفت فيه متعة وأحب أقول معلومة وأشرح من قلب وأكتب على الأشياء من قلب، فشفت هذا التقدير الحين اليوم زيادة. يعني أول ما بدأت كنت أقول لكم الله أعطاني يعني مو متابعين، أعطاني أهل، أصدقاء، ناس قراب من القلب الحمد لله. وهذا الشيء شفته بالمراجعات اللي يعني فاقوا الأعداد. أنا ترى صار الفاتحة أقل من 20 يوم لو بنحسبها، لأن إحنا عندنا بالويكند يومي مع عمان داوم. أنا شفت مئات من البنات، تبارك الله تبارك الله، يعني أحسهم مثل الأهل وأكثر الحمد لله يا رب. وبعدين أنتم هاي بكل مرحلة تذكرون أول ما بديت شوي متبتبة، مو شوي، شويتين يعني، والحين محافظة وتبارك الله منازلة فوق ما أدري كم كيلو، ما بقول تنصدمون. إنزين الحين لما قاعد تجيبون هدول، ليش تجيبون شوكولاتة وبغلاوة؟ لا تجيبون شوكولاتة وبغلاوة، على ما أرد البيت ما أخذ معي الشوكولاتة وبغلاوة، أكل واحدة ثنتين أرد البيت كذي شوي، هم لازم ماني باكل، لا تجيبوا اكل، لا تجيبوا شيء، انتوا الورد وانتوا الشوكليت وكل شيء. ابا قاعد تخربوني ابي. يعطيكم العافيه ويعطيني العافيه، توني واصله من العياده. اليوم بتكلم عن شيء انا متكلمه عنه من قبل، وفي بنات قالوا لي دكتوره الشامبو هذا بس ينفع الشعر الدهني والقشره الدهنيه، هم يبي ياخذونه كمجموعه تساقط. اول شيء اللي بتكلم عنه محلول تساقط مع الشامبو الخاص فيه من براند البسين، مو تجاري، براند طبي ألماني، يعتمد بتركيبته على الكافيين التي قورنت كفعالية بكثير من الدراسات بمادة المينوكسيديل، ولكن هذه طبعا ما فيها الأعراض الجانبية اللي ممكن يسويها المينوكسيديل، وهو فعال كذلك المينوكسيديل. هذه تعتمد على الكافيين. ميزة أنه راح يجي معاها محلول، أوكي، المحلول هذا ثابت راح يكون حق التساقط، واللي يتغير اللي هو الشامبو. إذا كان عندكم قشرة وفروة دهنية راح تستخدمون هذا الشامبو، راح أحط لكم بالتفاصيل. وإذا عادي شعركم مو دهني ولا في قشرة دهنية تستخدمون الشامبو العادي. وفوق هذا كله إنه فعال، سعره رخيص وريحته جميلة، فهذا يعتبر من الأمثلة الجميلة اللي هي كثيرة، والكثير منها ما يكون فعال ولا زين ولا ذات جودة، ولكن هذا من الأمثلة الحلوة. براند طبي غير تجاري، ينفع التساقط والإنبات، هي معاه محلول ونوعين من الشامبو، كل واحد يستخدم الشامبو اللي يناسب الفروة عنده. وفوق هذا نفس ما قلت لكم ريحته حلوة، متوفر بأغلب الصيدليات وتلقونه. الحين راح أحط لكم الفروق بين كل واحد فيهم. المحلول ثابت للتساقط، ينحط يوميا على الفروة مع تدليك بدون ما يحوش الوجه، أوكي؟ والشامبو طبعا على حسب كل واحد يسبح كم مرة، تسبحين 4 مرات بالأسبوع، 3 مرات بالأسبوع، تقدرين تستخدمين هذا الشامبو للتساقط. وإحنا أساسا بشكل يعني روتيني نسبح، فمو مشكلة لو اخترنا أنواع من الشامبوات اللي تساعدنا بالتساقط، مو غلط.